الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان كلامنا في باب فرض طاعه الائمه عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث السابع من أحاديث هذا الباب يرويه الكليني بإسناده عن الحسين ابن أبي العلاء قال ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام قولنا في الأوصياء إن طاعتهم مفترضة قال فقال نعم هم الذين قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم الذين قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا في هذا الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يستدل بآيتين لإثبات وجوب طاعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام الآية الأولى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وقد ذكرنا في الحلقات الماضية وجه دلالة هذه الآية على وجوب طاعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وحاصل ما ذكرناه هو أن الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعتهم إطاعة مطلقة بإطاعة أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هنا ليس يراد بهم الحكام أو العلماء، لماذا؟ لأن الحكام الفسق منهم يعصون الله سبحانه وتعالى، فإذا عصوا الله سبحانه وتعالى وأمروا بما فيه معصية الله سبحانه وتعالى، هل تجب طاعتهم أو طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذا وجبت طاعتهم فهو معصية لله، وإذا وجبت طاعة الله فهي معصية لهم. العلماء حتى العدول منهم لا يدخلون في هذه الآية لماذا؟ لأنهم قد يخطئون فإذا اخطأوا فهل تجب طاعة طاعة الله سبحانه وتعالى أم تجب طاعتهم؟ إذا وجبت طاعة الله فيما اخطأوا فيه فلا يجوز طاعتهم في ذلك وإذا وجبت طاعتهم فيما اخطأوا فذلك لا يكون طاعة لله سبحانه وتعالى وإنما مخالفة له فإذا اولو الامر في هذه الآية يجب ان يكونوا معصومين، وقد اجمعت الأمة على انه سائر الخلفاء والحكام والعلماء ليسوا بمعصومين، وإنما العصمة ادعيت وثبتت بالدليل للأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مثلا من نسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله سبحانه وتعالى جعله معصوما بأي دليل لقول الرسول صلى الله عليه وآله فيما رواه الفريقان علي مع الحق والحق مع علي فإذا كان مع الحق يعني لا يخطئ لأن في الخطأ الباطل علي مع القرآن والقرآن مع علي القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا خطأ فيه وعلي بن ابي طالب مع القرآن دائما يعني لا يخطئ لانه لو اخطا افترق عن القرآن في ذلك المورد. وكذلك الادله التي اقيمت على عصمه سائر الائمه عليهم الصلاه والسلام وفي مظانها ان شاء الله في طي البحوث القادمه والحلقات القادمه سيذكر وسنذكر تلك الادله بالتدريج. فاذا هذه الآيه أمرت بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. طاعة أولي الأمر هي طاعة الله، كما أن طاعة الرسول هي طاعة الله، كما قال سبحانه وتعالى: أطيعوا الله كما قال سبحانه وتعالي أطيعُ الله كما قال سبحانه وتعالي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تدل على أن أولي الأمر لا يخطئون ولا يعصون، فهم معصومون لذلك قرن الله طاعتهم بطاعته، وليس في هذه الآية تناقض لأنه إذا أطعت أولي الأمر فقد أطعت الله سبحانه وتعالى لعدم عصيانهم ولعدم خطئهم. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى والتفصيل قد مضى. أما بالنسبة إلى الآية الثانية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وتشمل سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالسنة والأحاديث التي وردت في ذلك. هنا الولي إنما وليكم الله. الولي هنا بأي معنى؟ لان كلمه الولي لها معاني مختلفه من جمله المحب المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض من جمله الناصر من جمله المعاني من جمله المعاني الاولى بكم المتولي لاموركم اي معنى يراد بهذه الايه الجواب المحبة النصرة ليست خاصة بالذين ذكروا في هذه الآية، لأن المؤمنين كلهم يجب أن ينصروا سائر المؤمنين، المؤمنون يجب أن يحبوا سائر المؤمنين، ليست خاصة بشخص أو بجماعة. لكن الولاية الموجودة في هذه الآية استعمل فيها كلمة الحاصر إنما وليكم الله. هذا الحصر يدل على أن هذه الولاية ولاية خاصة ليست عامة لكل المؤمنين. الولاية بمعنى المحبة، بمعنى النصرة عامة لجميع المؤمنين فلا معنى للحصر فيها وحيث إن هذه الآية حصرت الولايه في الله وفي الرسول وفي شخص او جمع خاصين والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون حيث حصرت الايه الولايه في هذا الشخص او في هؤلاء علمنا بان هذه الولايه انما هي الولايه بمعنى الاولى بالتصرف بمعنى تولي الأمر الأولى بالتصرف ليس كل المؤمنين كل المؤمنين ليسوا بأولى بالتصرف من سائر المؤمنين يعني أنا أقدر أتصرف في أموال مؤمن آخر وأسيطر عليه مثلا لا لا حق لي في ذلك إذ إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى في ذلك أما الرسول صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الرب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. الامام اولى بالمؤمنين من انفسهم، كما قال الرسول في حديث الغدير المتواتر بين الفريقين. الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا بلى، قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني من كنت اولى به من نفسه فعلي اولى به من نفسه. وهي الولايه والامره والخلافه. فهذا الحصر يدل على ان الولايه المستعمله في هذه الايه في انما وليكم الله بمعنى الاولى بانفسكم. الله سبحانه وتعالى اولى بالمؤمنين. بل الله مولاكم. الولايه اولا وبالذات هي لله سبحانه وتعالى. بمعنى الاولويه بالتصرف. والله سبحانه وتعالى جعل الرسول وليا بهذا المعنى، بمعنى انه اولى بالمؤمنين من انفسهم، في هذه الايات التي تلوناها وفي ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا" أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجعلت هذه الولاية للإمام علي عليه الصلاة والسلام، "الذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون" وقد روى الفريقان نزول هذه الآية في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حيث تصدق بالخاتم وهو راكع القضيه معروفه حينما دخل سائل الى مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسالهم ان يتصدقوا عليه فلم يتصدق عليه احد وكان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في الصلاه وكان راكعا فمد يده الى هذا السائل وكان فيه خاتما وكان في يده خاتم. فانتزع السائل ذلك الخاتم من يد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام فنزلت هذه الايه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه يعني الصدقه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. طبعا سياق الايه الايات التي قبل هذه الايه في سوره المائده يدل على ان تدل، يدل ذلك السياق على ان هذه الايه انما هي في الامره وفي تولي الامور وفي الاولويه وليست في المحبه والنصره وما الى ذلك هذا بالنسبه الى الحديث السابع في الحديث الثامن ايضا يروي الكليني باسناده عن معمر بن خلاد ان رجلا فارسيا سال ابا الحسن عليه الصلاه والسلام والمراد من ابي الحسن في هذا الحديث الامام الرضا عليه الصلاه والسلام لان معمر بن خلاد هو من اصحاب الامام الرضا. ايضا رجل فارسي هذه قرينه على انه كانت حينما كان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام في بلاد فارس حينما كان وليا للعهد في مرو هذا الرجل سال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام فقال طاعتك مفترضه فقال نعم قال مثل طاعه علي بن ابي طالب عليه السلام قال نعم هناك بحث ان الائمه عليهم الصلاه والسلام يتفاوتون في الفضل في ذواتهم يعني امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام افضل من الائمه من ذريته والامام الحسن عليه الصلاه والسلام افضل من سائر الائمه ثم الامام الحسين عليه الصلاه والسلام افضل من سائر الائمه ومن بعد الامام الحسين ابن شهر اشوب رضوان الله تعالى عليه في كتاب المناقب يدعي الاجماع على انهم في الفضل سواء يعني من الامام زين العابدين الى الامام المهدي عليه الصلاه والسلام متساوون في الفضل حسب ما ينقله ابن شهر اشوب هذا بالنسبه الى الفضل في ذواتهم يعني امير المؤمنين افضل ثم الامام الحسن ثم الامام الحسين ثم سائر الائمه في الفضل سواء لكن من حيث المناصب هم سواء كل الائمه يعني ما اعطاه الله سبحانه وتعالى من المناصب لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام اعطاه لسائر الائمه اولا طاعه امير المؤمنين مفروضه بالنص دلت الادله على وجوب طاعته كذلك سائر الائمه من الامام الحسن الى الامام المهدي دلت الادله على وجوب طاعتهم النصوص القرانيه والنصوص في السنه الشريفه فلذلك في هذه الجهه يتساوون مع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام أيضاً في السعة تجب إطاعتهم في كل شيء، يعني إذا أمر في شيء سواء كان في الأمور العامة أو الأمور الخاصة، في الأمور الشخصية وفي غيرها، تجب طاعتهم، كما تجب طاعة رسول الله صلى الله عليه واله في كل أمر أمره، لأن الله أوجب طاعته في كل شيء. من يطع الرسول فقد اطاع الله. كذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام. اي امر امروه تجب طاعتهم فيه. هسه غير الائمه عليهم الصلاه والسلام، الامراء، الحكام، الاب، الام. الله سبحانه وتعالى حدد وجوب طاعتهم، يعني تطيعه في بعض الامور، لا في كل الامور. يعني في امورك الشخصيه مثلا. إذا الحاكم يأمرك بأن تطلق زوجتك لا يجب أن تطيعه إذا أمر مرأة أن تتزوج من رجل لا يجب عليها أن تطيعه يعني لأن ما إلى حق في أن يأمرها في ذلك نعم يتوسط يشفع لا بأس لكن أن يأمر أمرا بحيث أنه يجب عليه أو عليها أن تنفذ ذلك الأمر كلا أما بالنسبة للرسول لا إذا أمر تجب الطاعة لذا زينب بنت جحش الرسول صلى الله عليه وآله أمرها بأن تتزوج من زيد وهي كانت كارهة لذلك فرفضت فنزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير فالرسول والأئمة طاعتهم وسيعة في كل ما يأمرون في كل جهة طبعا هم لا يامرون بما يخالف امر الله سبحانه وتعالى، لذا اطاعتهم اطاعه الله. لكن في الامور العامه والخاصه والشخصيه اذا امروا تجب طاعته. وكذلك في العموم يعني على جميع الخلق كما ان الرسول محمدا صلى الله عليه واله تجب طاعته على كافه الخلق. من عربهم وعجمهم وهنديهم وتركيهم وأسودهم وأبيضهم وأحمرهم ورجلهم وامرأتهم كبيرهم صغيرهم على الكل واجب أن يطيعوه كذلك لا يم عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من الطاعة ما جعلها لرسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك هم سواء في ترتيب الآثار على الطاعة يعني الإنسان إذا أطاعهم يستحق الثواب اذا عصاهم يستحق العقاب ففي الفضل يختلفون هذا يرتبط بذاتهم لكن في الطاعه كلهم متساوون نفس الطاعه التي جعلها الله سبحانه وتعالى لامير المؤمنين علي بن ابي طالب جعلها للامام الرضا جعلها للامام الجواد جعلها للامام الهادي ولسائر الائمه عليهم الصلاه والسلام لذا في حديث اخر اللي هو الحديث التاسع الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يساله ابو بصير قال سالته عن الائمه هل يجرون في الامر والطاعه مجرا واحد؟ قال نعم في الامر يعني يحق لهم ان يامروا او في امر الامامه كلهم ائمه والطاعه اذا امروا إذا نهوا يجب على الناس إطاعتهم، هل هم بنحو واحد في مجرى واحد؟ قال نعم، هم سواء في ذلك. كما ذكرنا فيما مضى وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى بالذات، لأنه الخالق ونحن المخلوقون. فلذا من حقوق الله سبحانه وتعالى وهذا الحق بالذات ليس بالجعل. أن نطيع الله سبحانه وتعالى لكن غير الله لا تجب طاعته إلا إذا أمر الله سبحانه وتعالى أو أذن في ذلك والله سبحانه وتعالى جعل وجوب الطاعة للأنبياء وجعلها للأوصياء زين سعت هذه الطاعة أو سعت هذا الوجوب الجواب في كل شيء وعلى كل أحد لذا الإمام عليه الصلاة والسلام في جواب السؤال هل يجرون في الأمر والطاعة مجرا واحد؟ الجواب نعم مناصبهم الإلهية واحد طاعتهم واحدة وكذلك يحق لهم أن يأمروا وينهوا ويجب على الناس أن يطيعوهم هذا بالنسبة إلى الحديث التاسع. الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب يحتاج إلى بيان نشير إليه بشكل مختصر، وهو أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام لعلو مرتبتهم ولفضائلهم ولكراماتهم وللمراتب التي رتبهم الله سبحانه وتعالى في تلك المراتب، انقسم الناس بالنسبة إليهم إلى أصناف. قسم لم يتحملوا هذه المنازل والكرامات فحسدوهم وحاربوهم وأنكروا فضائلهم. القسم الآخر لم يتحملوا هذه الفضائل والمنازل فغلوا فيهم. وقسم كانوا ضمن الدائرة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى لا غلو فيهم ولا أزاحوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيها. وإنما اعتقدوا بهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به فالإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ليس ربا ليس الها، ليس شريكا لله سبحانه وتعالى. ومن يعتقد بالوهية الإمام علي بن أبي طالب فهو غالي وكافر. والذي يشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا من الأئمة هذا الإنسان كافر، مشرك، خارج عن الإيمان والإسلام. فالغلاة ليسوا من المسلمين. ايضا قسم من الناس هؤلاء انكروا فضائلهم انكروا مقاماتهم انكروا المراتب التي رتبها الله سبحانه وتعالى، رتبهم فيها والقسم اللي يسير على الجاده المستقيمه هو الذي يعتقد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، مربوبون مخلوقون كرمهم الله سبحانه وتعالى بأن عصمهم خلق ذواتهم من طين أرفع، خلقها من نور عظمته وعصمهم من الزلل وحلاهم بالفضائل، منحهم العلوم والفضائل برأهم من النقائص، أوجب طاعتهم وأعطاهم المناصب منها الإمامة وما يتفرع عن الإمامة، فهذا هو المسلك الصحيح، أنت تجد تقول الرسول صلى الله عليه واله له معجزة، هذا ليس غلوا، لماذا؟ لأن هذه المعجزة تقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدره عليها، أو أجراها على يده. إذا تقول الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام رد الشمس مثلا كما في بعض الأخبار. وأنه ظهرت على يده كرامات معجزات، ليس غلو فيه لماذا؟ لأنك تعتقد بأنها كرامة من الله له الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدره. مثلا عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام شنو الفرق بيننا وبين النصارى؟ النصارى يقولون ان عيسى احيا الاموات ونحن نقول بان عيسى احيا الاموات. بان عيسى ابرأ الاكمه والابرص، النصارى يقولون ونحن المسلمين نقول ذلك. وانه اخبر بالمغيبات، النصارى يقولون ونحن نقول. وانه رفع إلى السماء نحن نقول والنصارى أيضا يقولون مع فرق أن النصارى يقولون قتل وبعد قتله رفع إلى السماء ونحن نقول كما في القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم رفعه الله سبحانه وتعالى شنو الفرق بيننا وبين النصارى بالنسبة إلى عيسى الفرق أننا نقول هذه الأمور بالنسبة إلى عيسى كانت بإذن الله وأن عيسى عبد مربوب لله كما قال الله سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون المسيح يفتخر بأنه عبد لله والفضائل التي له والمعجزات التي جرت على يده إحيائه الموتى نفخه في في هيئه الطير فكان طيرا كلها باذن الله سبحانه وتعالى فليس غلوا نحن لا نغلو في المسيح وانما نجعله في المرتبه التي رتبها الله سبحانه وتعالى له اما النصراني شنو يجي يقول, يقول؟ يقول ان عيسى ابن لله هذا الله لم ياذن له ان يقول ذلك لانه ليس ابنا لله لا ابن حقيقي لا ابن اتخاذه بعض النصارى يقولون إن الله اتحد مع عيسى والعياذ بالله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذا بعض النصارى والبعض الآخر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فغلوا فيه إن رفعوا عن منزلته الى منزله الربوبيه والالوهيه. والنصارى هكذا في المقابل اليهود. اليهود انكروا نبوه عيسى عليه الصلاه والسلام، وكذبوه. وانكروا معجزاته وفضائله. فلا كاليهود في تكذيبه، ولا كالنصارى في تأليهه. انه عبد لله له كرامات باذن الله. بالنسبة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله نحن نقول كذلك إنه عبد لله لكنه رسول ولكنه جرت على يده المعجزات بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام أيضا نقول ذلك لا نقول إنهم آلهة هذا غلو وكفر لا نقول إنهم أرباب من دون الله هذا كفر وإنما نقول انهم عبيد لله اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، خلقهم من طينة أرفع، من نور عظمته، عصمهم من الزلل، حلاهم بالفضائل، برأهم عن النقائص والعيوب، وظهرت على يدهم الكرامات والمعجزات باذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو عين الايمان لانه دلت عليه الادله. لا هو غلو فيهم، ولا هو تقصير في حقهم، ولا هو قول من غير علم، دلت عليه الادله القرانيه والروائيه. زين. يجي واحد للامام الرضا عليه الصلاه والسلام. يقول ان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول بان الناس عبيد له عبيد له بمعنى انه هو الخالق لهم هو الاله لهم فالامام يتبرا من هذه المقوله نحن لسنا الهه لسنا ارباب من دون الله نحن عبيد لله لكن العابد بمعنى الطاعه الناس عبيد لهم بمعنى وجوب طاعتهم نعم الناس عبيد لهم لان كلمه العبد بمعنى المطيع لذا الايه الشريفه تقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم من عبادكم عباد جمع عبد لان الرقيق تجب عليهم طاعه مواليهم فهم عباد للناس عبد في الطاعه يعني يجب عليه ان يطيعه نعم لذا انت لما تقول عبد الحسين مثلا ليس بمعنى انه هذا يؤله الحسين لا بمعنى انه مطيع له لان الله امر بطاعته نعم إذا تقول عبد لصنم عبد اللات عبد العزة لا يجوز إطاعة الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس إطاعة الصنم لا تجوز لذلك لا يجوز أن تقول عبد للات عبد للعزة عبد لمنات أي واحد كان اسمه هكذا الرسول كان يغير اسمه لكن إذا هو عبد للشخص بمعنى مطيع لشخص الله سبحانه وتعالى أذن في طاعته لا بأس إذا كان واحد من صحابة الرسول من أبناء عمومة الرسول صلى الله عليه وآله اسمه عبد المطلب الرسول لم يغير اسمه أقره على اسمه لأن المطلب عم عبد المطلب يعني أخ هاشم ومن ذلك يتبين أنه كان مؤمنا فلذا كان تجوز إطاعته أو أنه باعتبار القرابة ابن الأخ يطيع عمه فيما يأمره من المسائل العادية تجوز طاعته في ذلك. لذلك الرسول لم يغير اسم ابن عمه اللي هو عبد المطلب لم يغيره إلى اسم آخر أقره على ذلك وحتى ورد اسمه في كتاب صحاح غير الشيعة أيضا باسم عبد المطلب. عندما تقول عبد محمد عبد علي عبد الحسن عبد الحسين ليس بمعنى العبودية بمعنى التأليه فذلك لا يجوز وإنما بمعنى العبودية بمعنى الطاعة والعبودية بمعنى الطاعة استعملت في القرآن الكريم الآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وفي آية أخرى كان آل فرعون يقولون أن نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون زين بنو اسرائيل كانوا مؤمنين، هل كانوا يعبدون ال فرعون؟ كلا وقومهما لنا عابدون يعني مطيعون احنا مسيطرين عليهم ونحن فوقهم قاهرون هم يضطرون ان يطيعوننا لانه اذا ما اطعناهم نسومهم سوء الخسف. ففي هذا الحديث يقول الإمام الرضا بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا لا وقرابتي من رسول الله. ما قلته قط ولا سمعته من آبائي قاله ولا بلغني عن أحد من آبائي قاله ولكني أقول الناس عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين. مولاه كان يطلق على غير العرب نقول الناس موالي لنا في الدين يعني نحن أولياؤهم في الدين فليبلغ الشاهد الغائب نحن لا نقول الناس عبيد لنا في الألوهية كلا هذا غلو ونحن نتبرأ من الغلو ولكن الناس عبيد لنا في الطاعة يعني يجب عليهم أن يطيعوا العبودية بمعنى الطاعة وليست العبودية بمعنى تأليه الائمه عليهم الصلاه والسلام. اذا يجب على الناس ان يطيعوهم فهم كالعبيد لهم بمعنى وجوب ان يطيعوهم كما يطيع العبد مولاه اما سوى ذلك العبوديه بمعنى التأليه بمعنى الربوبيه فكلا فهم يتبرؤون من الغلات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للعمل الصالح وللعقيده الصحيحه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين